أعلن المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الجيش بات يسيطر على نحو 99% من مساحة البلاد، مضيفا خلال مؤتمر صحفي أن سفينة وصلت خلال الأيام الماضية إلى ميناء مصراتة كانت محملة بالأسلحة التركية. 48 ساعة الماضية ميليشيات مصراتة قدمت دعم كبير جدا لميليشياتهم في منطقة الهيشة. Over the past 48 hours, the militias in Misrata has provided large number of supports to their forces in Al-Hisha. وذلك بعد وصول باخرة الليلة قبل الماضية إلى ميناء مصراتة محملة بالأسلحة والذخائر من تركيا. And this is after the arrival of a ship from Turkey to Misrata seaport carrying weapons and munitions last night. هناك بعض المناوشات تحدث من حين لآخر لمنع العدو من المناورة أو من التقدم أو من تغيير مواقعه في بعض النقاط أو بعض